أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نناقش فيه قضايا الحاضر والماضي، فأهلا ومرحبا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة: الاتصالات والإنترنت الخدمات الأكثر رداءة في عدن. التنس لعبة عرفها اليمنيون قبل أكثر من 115 عاماً. الإعاقة إرادة تغيير وعامل نجاح في حياة إسكندر فارع. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا مجموعة من الفعاليات والأنشطة في جولة إخبارية سريعة. شهدت العاصمة المؤقتة عدن فعاليات فنية وخطابية بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف سنويا الأول من مايو. وخلال الفعاليات التي شارك فيها ممثلين عن السلطة المحلية، كرم عمال وموظفي عدد من القطاعات الحكومية تقديرا وعرفانا بأدائهم الوظيفي. توج فريق خنفر جعار بكأس بطولة رئيس الجمهورية لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح على فريق حسان في المباراة التي جمعتهما على ملعب البلدية بنادي حسان في زنجبار عاصمة محافظة أبين. البطولة نظمها اتحاد كرة القدم وشارك فيها وعلى مدى أيام مختلف الأندية الكروية في أبين وبرعاية وزارة الشباب والرياضة. الاتصالات في عدن تحولت من نعمة جعلت لرفاهية المواطن إلى كابوس يصعب عليه التخلص منه. الاتصالات والإنترنت من بين أسوأ الخدمات التي تعاني منها العاصمة المؤقتة عدن، ليس فقط بفعل حرب الانقلاب وإنما أيضا في ظل نظام المركزية التي كرسها نظام المخلوع صالح. النت توصلك للعالم كامل، بس داخل اليمن ما فيش، صفر مستوى النت. أوضاع الاتصالات بشكل عام بعدن سيئة جدا، بسبب أن عدن إلى الآن ما زالت مربوطة مركزيا في صنعاء، ما زالت نقاط التحكم في صنعاء، فالوضع سيء جدا. مع أبسط مشكلة، مع أبسط انقطع عن عدن، قطع في الكيبل، في الضالع، إضرابات بالعمال، أعطال. قطاع الاتصالات في عدن لم يشهد أي تحسن ملحوظ منذ ما بعد الاستقلال في سبعينيات القرن الماضي، حيث ظلت الاتصالات السلكية واللاسلكية محدودة وفي نطاق ضيق، وتعمل بمستويات ضعيفة لا تؤهلها لمواكبة العصر. غياب الرقابة على السنترالات الرئيسية خاصة هنا في مدينة إنماء، كل فترة وفترة المولدات تعطل، يمن موبايل تطفي، الأرض يطفي، الانترنت يطفي باستمرار وبشكل متتالي. ما فيش خدمات، ما فيش تنافس، ما فيش شركات تتنافس داخل اليمن، ما فيش معنا الا شركه الدي اس ال الحكوميه بس، هي اللي مسيطره على الامور، يعني ما فيش منافس لك، مش زي الدول اللي برا، يعني كل مكان فيه 100 شركه. 10 سنترالات، 3 منها رئيسية، هي حجم البنية التحتية لقطاع الاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن. تضررت أغلبها خلال الحرب في العام 2015، وقدرت خسائرها بأكثر من 1.2 مليار ريال كما تشير تقارير رسمية. إلى الآن البنية التحتية حق الاتصالات مش قادرة ترجعها زي ما كانت، صعب 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 جدا أنها ترجع زي ما كانت، متأثرت كثير. يعني لو تشوف ده منطقة دار سعد، تشوف المناطق اللي انضربت، تشوف الكيبلات اللي راحت، الأماكن اللي تفجرت، كثير كثير كيبلات كثير راحت، يعني أماكن حقنا كباين كلها انضربت، في منصورة، في دار سعد، في صعب أنك ترجعها زي ما كانت. شيء لا عمل طبعا، شيء لا مبالغ وشيء لا رأس مال. تنعدم شبكة الاتصالات كلية في مناطق مثل تواهي وكريتر، ولا تتوفر شبكة الإنترنت إلا بصعوبة وفي حالات نادرة في مناطق أخرى من المدينة التي عرفت خدمة الاتصالات قبل قرن ونصف من الزمان. أثناء الهبة الشعبية وغير الهبة الشعبية اللي حصلت في الجنوب، تم قطع الإنترنت لعدة ساعات أو أحيانا الأيام. فجأة حصل النت يعني انفصل فجأة، مش من عندنا، من المركز الرئيسي من صنعاء. حتى لو أجا يعني تحسن الخط قليل شوية طفت الكهرباء.
مؤسسة الاتصالات باتت على ما يبدو غير قادرة على وضع حلول جذرية لكافة الإشكالات العالقة ورفع مستوى الخدمات في ظل بروز تحديات ومعوقات تعترض عملها فنياً وإدارياً ومالياً. الأستاذ عبد الباسط محمد مثنى، مدير عام الاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. اليوم نناقش وضع الاتصالات، نقف أمام أهم التحديات وكذلك الإنجازات. الاتصالات في عدن تاريخ ما يزيد عن 100 عام وربما أكثر. ما هو وضع الاتصالات اليوم في عدن من حيث السنترالات والمولدات وكذلك مباني الإدارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في قناة بلقيس المرة الثانية لزيارتنا وتلمس همومنا في الاتصالات، في الاتصالات خاصة وفي عدن عامة. ونود أن نطرح إليكم المشاكل التي تعرضت لها الاتصالات بعد الحرب الجائرة التي مارستها ميليشيات الحوثي وصالح على عدن، حيث خرجت الاتصالات تعتبر بأقل خسائر بالنسبة لجهة أخرى أصيبت بأضرار كبيرة. ولكن والحمد لله من بعد انتهاء الحرب وخروجهم ودحرهم من عدن، قمنا بإعادة خدمات الاتصالات ولو بالحد الأدنى الذي لا نرضى عنه إلى الآن، بحيث أننا نعاني من شحاب الإمكانيات، شحاب كبيرة جدا وحصار جائر من ميليشيات الحوثي وصالح من صنعاء، بحيث أنهم يمنعوا علينا وصول أي مواد خاصة بفرع عدن، خاصة بالاتصالات إلى عدن، مما يؤثر أن بعض قطع الغيار لا تجدها موجودة في السوق حتى لو وجدت الفلوس، بالرغم أن ما زالت المرتبات وما زالت نسلمها من تعديدات من المركز الرئيسي في صنعاء. والإيرادات تذهب منكم إلى صنعاء؟ والإيرادات تذهب منا إلى صنعاء، بالرغم الصعوبات والمزايدات التي نلاقيها بحكم أننا مربوطين فنيا في صنعاء، سواء رضينا أم أبينا، هذا واقع ولذا يجب أن نتعايش معه إلى أن نفرض واقعا آخر. أما الهروب من الواقع أو القفز عليه فهذا يشكل مشكلة في الشخص نفسه وفي التجني على الآخرين، حتى من يرضيه أن يقعد موظفي الاتصالات بدون مرتبات؟ لا أحد يرضى بذلك، ولا الموظفين يرضوا بذلك، والإمكانيات البسيطة جدا. ورغم ذلك نحن يعني نرسل إلى صنعاء الإيرادات التي نتكلم عليها 60 مليون ريال شهريا، حوالي 60 مليون إلى 65 مليون، ما نستلمه من صنعاء 187 مليون شهريا، عبارة عن مرتبات وأضافي وإمكانيات بسيطة لقطع الغيار، لشراء بعض قطع الغيار واللوازم مثل البترول والديزل وغيرها. من ناحية قطع الغيار أستاذ عبد الباسط، الآن مثلا لا يوجد تنسيق بينكم وبين الحكومة بحيث يمكن توفير قطع الغيار من دول الجوار؟ والله احنا طرحنا على الحكومه الا اننا لم نجد اذانا صاغيه الى اليوم، بالرغم من الوعود الكبيره الذي وجدت لتوفير مولدات، انهم سيوفروا مولدات في اقرب فرصه ممكنه، وخاصه لمركز المعلق المركز الرئيسي للاتصالات والذي مولداته خرجت على الخدمه، ثلاثه مولدات خرجت على الخدمه، ونحن الان نشغل الاتصالات بادنى المستويات، بحيث اننا اخذنا من مولدات اليمن الذي موجوده جنبنا وأصبحنا نستجدي منهم ونوفر لهم ديزل وزيوت مقابل أن يعطونا الطاقة، والشكر موصول لهم بأنهم تعاونوا معنا في هذا الحدود بحيث أنهم راعوا ما نمر به من أزمة. نعم، من حيث توفر الوقود، توفر الديزل ووقود الذي يشغل الاتصالات؟ والله توفر الديزل، نحن نشتري الديزل أحيانا بأسعار السوق السوداء، ونشتري بأي سعر بحيث أنها لا توقف، نحرص وبشكل دائم ألا توقف خدمات الاتصالات وخاصة من جانب الديزل، برغم ما نعاني أحيانا من سرقة الديزل من بعض المواقع، ولكن الحمد لله نحاول أن نتغلب عليهم برغم ما نقع من مشاكل في بعض مدراء المديريات الذي لا تعاونوا معنا، والأغلبية والحمد لله يتعاونوا معنا بشكل دائم إلا أن قلة قليلة، والحمد لله إن شاء الله أننا نخرج من هذا موقعين أو ثلاثة مواقع بحيث أنها تسرق علينا كميات من الديزل. أستاذ، ما هي اليوم أغلب شكاوى المواطنين فيما يتعلق بخدمة الاتصالات في عدن؟ أغلب شكاوى المواطنين تتركز في نقطتين: عدم توفر نقاط النت، نقاط الإنترنت، لم تركب أي توسعة في عدن منذ عام 2015 منذ الحرب إلى الآن، والآن لا توجد أي توسعة لنقاط الإنترنت، ولكن إن شاء الله معنا أمل قريب بأن تحل هذه النقطة وأن الناس يشعروا بشيء إيجابي من ناحية نقاط النت، وتوفر خدمات أخرى قد تكون بديلة
وتكون مساندة، لكن إن شاء الله أنها توفر في أقرب فرصة ممكنة طالما التجهيزات الفنية لها أصبحت شبه جاهزة إلى 90%. هل هناك أي عمليات تخريب مثلاً تشتكي منها مؤسسة الاتصالات خلال الفترة الماضية؟ عمليات تخريب متعمدة تلاحظ في بعض سرقات الكابلات، بعض سرقات ولو أنها محدودة جداً في أماكن زي خور مكسر، سرقات كابلات بشكل محدود جداً وبسيط لا يقدر يذكر. ما هي الإجراءات التي تقومون بها في حالة حدوث مثل هذه العمليات؟ نحن نبلغ الأمن ونبلغ المحافظ ونحاول نبلغ الحزام الأمني ونحاول أن نلجأ حتى إلى شيوخ بعض الحارات وهذا، ونحاول أن نخرج أن نحاول أن نحد الموضوع ألا يتكرر. أما ما حصل يعني نحاول نتابع لدى الجهات، ولكن ليس بإلحاح كبير لأن الجهات لا تولي أي اهتمام بهذا الموضوع. اليوم أستاذ عبد الباسط، كل هذه المشكلات التي تعاني منها مؤسسة الاتصالات في عدن، ما هي الحلول المقترحة في رأيكم للخروج من مؤسسة الاتصالات، يعني جعلها في وضع أفضل من ذلك؟ الحلول المقترحة لا تشمل الاتصالات فقط، تشمل جانب تكاملي ليس الاتصالات فحسب، بل في الاتصالات بحاجة إلى أمن قوي، بحاجة إلى كهرباء كويسة، بحاجة إلى خدمات مساندة تعتبر خدمات أساسية للاتصالات لكي تكون الاتصالات بالجانب الأمثل والراقي، بحيث أنها تقدم خدمة متميزة وفعالة يستطيع أن يرضى عنها الجمهور. لكن إن شاء الله الأيام ستكون يعني حبلة بالمفاجآت، والمفاجآت السارة جدا والتي لا نحب ذكرها حاليا حتى تصبح حقيقة ونحتفل بها جميعا. هل يوجد مثلا علاقات بيننا هناك مثلا أشياء مبشرة مثلا بأن هناك دول أخرى ممكن أن تدعم مؤسسة الاتصالات، ممكن أن تساهم في إصلاح شبكة ومنظومة الاتصالات في عدن؟ ممكن في وعود، ليس وعود فحسب، ولكن قد إجراءات عملية من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والتي نشكرها شكرا جزيلا بأنها تحاول أن تنهض بجانب الاتصالات، لأنها من الجهات وقامت بربط البنك المركزي اليمني الآن عبر ويب جيت خاص به، بحيث أنه لا يتعرض للانقطاع من قبل، وحيث أن الطرف المعادي موجود في صنعاء حاليا. بالعودة كذلك أستاذ، مثل ما ذكرتم إلى علاقتكم بالعاصمة صنعاء، الرواتب الآن أنتم تأخذون يعني توردون الإيرادات، ولكن هل هناك الآن رواتب يعني هل يستلموها الموظفين بأسلوب منتظم؟ نعم، استلموا إلى آخر شهر، والآن قبل أن نوصل إليكم اتصلوا لي أن التعزيز للراتب شهر إبريل سيصل إلى البنك المركزي غدا إن شاء الله. أستاذ عبد الباسط، فيما يخص العلاقة بصنعاء، هل يمكن أن تكون هناك إجراءات قادمة لكي تستقل مؤسسة الاتصالات في عدن؟ شوفي، النسبة أننا لا نكون نقفز على الواقع الذي نحن فيه، الواقع الآن يربطنا فنياً وماليا واداريا بصنعاء، رضينا ام ابينا، واقع نعيشه مفروض علينا اصلا عننا. اما بالنسبه اننا نستطيع، هذا يعتمد على سياسه الدوله مستقبلا، هل تكون دوله اتحاديه ام تكون دوله منفصله، ام تكون دولتين اتحاديتين او اقاليم او غيرها. النظام الذي سيفرض نفسه هو سيفرض واقع الاتصالات فنيا واداريا وماليا. نعم، تتبع من تكون على من، هذا ما تفرضه الأقاليم وتفرض سياسة تفرضها الدولة نفسها. أما الاتصالات بحيث أنها تصبح تقرر هي بنفسها لمن تكون وعلى من تكون، لا، الاتصالات نوع من السيادة تتحملها الدول نفسها، نوع من السيادة الدولية الذي لا يمكن نتعامل معك إلا في إطار السياسة. هذا أنت مرتبط لاسم اتصالات بأنها تربط بالآخر، أيوة، وتربطك بالعالم الخارجي، فأنت مرتبط بهم بكل شيء، بكل شيء. الآن لا تستطيع أن تقول أنا لا أرتبط بصنعاء، أنت سترتبط أصلاً عنك إلا أن يفرض سياسة الأقاليم. نعم، إلى أن يخلق واقع جديد. نعم. ماذا قدمت وزارة الاتصالات لمؤسسة الاتصالات في عدن؟ شوفي، نشكر الأخ وزير الاتصالات الأستاذ لطفي باشريف، المهندس الذي يبذل جهوداً كبيرة في تذليل صعوبات، حتى طلب المولدات الخاصة بالاتصالات هو الذي يتابعها وبشكل دائم مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإنقاذنا من الوضع الراهن الذي نعيشه،
وهو الذي يبذل جهود وفي تواصل دائم معنا، ولكن أحيانا تجد مكبل الأيدي. ليش؟ لأن لا توجد معه أي إمكانيات مادية، وهو من النوع الذي يبذل جهودا في كل المجالات، ليس الاتصالات فحسب، بل البنك المركزي هو الذي يبذل جهودا لتسيير برنامج البنك المركزي، الخدمة المدنية يريد أربطها، الطيران والأحوال، الطيران والأرصاد يسموه، نعم. الطيران والأرصاد يريد أن ينشئ بنية تحتية تعتمد على الاتصالات ويوفر لها كافة الإمكانيات للنهوض بها. نعم أستاذ عبد الباسط، اليوم نحن نعيش في عصر متسارع الأحداث، وكذلك التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال الاتصالات تتطور يوما بعد آخر. أين نحن من هذا التطور وهذا التسارع؟ أين نحن من العالم بجوانب الأخرى؟ الاتصالات يعتمد على الاستقرار، على الاستقرار في أي دولة. لا يمكن أن ننهض، لا يمكن أن ندخل خدمات 4G أو 5 أو نواكب العالم ونحن بالوضع الذي نعيشه. نحن في وضع يرثى له، كيف نعيش؟ مش كيف نتصل، أول كيف نعيش، كيف نخرج مما أزغنا نحن فيه. الحمد لله إن شاء الله نحن نؤسس لبنية تحتية بجانب الاتصالات، ولكن لا يمكن أن تنجح بدون أن يرتقي المستوى المعيشي للناس. نعم. كيف أدخل أنا كابلات ألياف ضوئية إلى المنازل والناس لا يجد لقمة العيش؟ أنا بحاجة إلى إمكانات مادية بالجانب الهلامي الكبير، بحيث أن الناس ما يسددوش وأقول لهم بعطيكم خدمات. نعم، وهذا ما يتعلق كذلك بالاتصالات الدولية أو التليفون الدولي. كل الاتصالات الدولية والإنترنت وكل الخدمات مرتبطة بها. الآن أصبح العالم بحاجة إلى أن يستثمر في عدن. الاتصالات لا يمكن تواكب وتنهض إلا باستثمار حقيقي يوجد في عدن، بحيث أنها تصبح ملزمة أن تقدم خدمات راقية لهذا الاستثمار لكي يستمر. نعم أستاذ عبد الباسط، كيف تحكمون على سعر الاتصالات، أسعار الاتصالات في عدن؟ لا نحكم على الاتصالات لأن لسنا المسيطرين على التسعيرات. المسيطر على التسعيرات ما زالوا الحوثيين وصالح من صنعاء، هم يسعروا كيفما يريدوا. أستاذ عبد الباسط، فيما يتعلق بخدمة الإنترنت، مثل ما ذكرتم أن أغلب شكاوى المواطنين تكون من هذه الخدمة، هل هناك مجال لتحسين هذه الخدمة أكثر؟ شوفي، خدمة الإنترنت تعتمد على أشياء كثيرة، بدءا من المشترك نفسه إلى خدمة الـ ADSL تعتبر كويسة، يعني بالنسبة للحد المطلوب حاليا، لكنها تعتمد على سوء الشبكة. الشبكة سيئة جدا في عدن ومنهارة تماما، منهارة تماما، ونحن بنرقع كل ترقيع كل شغل. سمعنا بأن هنا قبل فترة ليست بعيدة بأن هناك إصلاحات لشبكة الإنترنت في عدن. نحن وضعنا خطة الإصلاحات وكنا على وشك البدء بها بدءا من شهر 3/2015، لكنها تعرقلت بسبب بدء الحرب وأزو عدن، أسميها الدخول إلى عدن بشكل مقرف جدا، والذي كان هدد حياة الناس وهدد معيشتهم وترك التدمير الجائر والكبير على عدن، ولذلك توقفت الصيانة تماما، وحتى أن مواد الصيانة، حتى الكونكتر يسمون كونكتر يسمون عنب هنا عندنا، يعني غير موجود معنا، يعني أبسط الاحتياجات بحاجة إحنا إلى 4000 مقسم لعدد المقسمات التي تكسرت من الحرب، لم نجد أي مقسم إلى الآن. وعدتنا الوزير على تواصل مع لجنة العقوبة، لجنة الإغاثة الخاصة بهذا، وعدوه بمبلغ إن شاء الله أنهم يوفوا بعدهم ونشتري المواد البسيطة جدا يعني الأساسية لترقيع الشبكة. نعم. لترقيع، مش صيانة، ترقيع ما هو حاصل. الوضع الآن حتى نحن أحيانا في أكثر الأحيان أمر مثل النعامة، أطي على رأسي مشان ما أشوف الوضع الذي نحن فيه. نعم. الوضع فوق ما تصوروا، ولذا خدمة الإنترنت بحاجة إلى خط يكون نقي وصافي وقريب إلى سنترال. الـ ADSL لا يؤطي، يعني كستاندرد بالنسبة له 3.5 كيلومتر بالنسبة للسنترال. بالنسبة لموقع السنترال لا يبعد مشترك 3.5 كيلو كحد أقصى. الآن رحنا بنمد الواحد يبعد 7 كيلو من السنترال، وتقول لي تشي خدمة كويسة له، يعني هو ما يحصل خدمة إلا سيئة جدا. إذا كان يشترك بسنين، حتى المشترك اللي يكون أبعد ما نستطيع نقدم له خدمة 4 ميجا، ما يستطيع إلا يشترك ب 512 أو 1 ميجا على أقصى حد. نعم. ولذلك يقول لك سيئة الخدمة، سيئة موقعك بالنسبة، لكن الخدمات اللاسلكية بالإنترنت ستؤطي هذه العيوب الذي بالـ ADSL،
وإن شاء الله قريبا سترى النور. منذ عهد السلطان العبدلي وفي العام 1902 تأسس نادي التنس العدني، حكايتنا لهذه الحلقة. نادي التنس العدني أعرق الأندية الرياضية يمنياً وأقدمها عربياً. عند سفح فوهة البركان في كريتر يوجد نادي التنس العدني، وتحديداً في حي القطيع، أحد أقدم أحياء العاصمة المؤقتة عدن. يعود تاريخ النادي إلى العام 1902 للميلاد، ومنذ تلك اللحظة شكل ملتقاً جامعاً لعشاق الرياضة ورواد لعبة التنس من الرعيل الأول، ممن أضافوا للرياضة في عدن أبعاداً جميلة وكانوا جزءاً من تاريخ الحركة الرياضية في اليمن. نادي التنس العدني يعتبر يعني مرجعية تاريخية لعدن وأبناء عدن يعني، وليس نادي التنس العدني لوحده بل نادي صيرة، نادي صيرة الذي كان يتواجد فيه عدد من رجالات عدن يعني، منهم الأستاذ إبراهيم روبلي والأستاذ حمّى عبدو غانم والوالد أحمد علي أحمد والأستاذ عمر شهاب الله يرحمه وعدد من الناس الطيبين. وكذا نادي التنس العدني الذي تأسس تحت رعاية السلطان فضل بن علي، وتلاه بعدين مجموعة من أبناء عدن ومن محبي عدن ومن الناس اللي عاشوا وتعايشوا في عدن يعني، منهم الأستاذ أبو بكر عبيد الصافي، منهم الأستاذ وديع حسن علي، منهم الأستاذ خلف حسن علي، ومنهم الأستاذ جميل عبد الله عباس حسن علي وفضل عباس حسن علي، وعدد من الأستاذ مهيب سلطان أيضا، وعدد من أبناء عدن، منهم عدد كبير من أولاد أسرة ثابت اللي كنا مقاورين للنادي يعني ولا زلنا مقاورين للنادي، ويوجد أكثر من 30 فرد من أبناء ثابت من الرجال والنساء من كانوا يمارسوا لعبة التنس العدني. منذ ما ينيف عن قرن من الزمن ولعبة التنس حاضرة في قلب المدينة العامرة بالإرث الحضاري الذي جسده سكانها في مختلف المجالات. بعد استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني تعالت أصوات تطالب بإغلاق النادي، وكادت محاولات عديدة أن تنال منه وتطمس معالمه باعتبار لعبة التنس أرستقراطية وبرجوازية لا تليق أن يمارسها أبناء الطبقة الكادحة من العمال والفلاحين. ومع ذلك التوجه تم ضم النادي إلى وزارة المالية في العام 1976، وأصبح يحمل اسم نادي وزارة المالية. هو يعتبر أحد معالم عدن الحقيقة، نادي التنس العدني أحد المعالم في عدن، وكان يأتوا فيه من كل الأجناس يلعبوا في هذه الملاعب، كما أتذكر بريطانيين من المصافي، من السفارة البريطانية، من شركات برضو أجانب هنود. أنت عارف عدن كانت فيها كل الأطياف والتيارات، وكان الناس تعيش كلها سواسية. في العام 1982 تحول نادي التنس العدني إلى مقر للاتحاد اليمني لكرة الطاولة والتنس،
وما لبث أن تحول بعد ذلك إلى مبنى يتبع المجلس الأعلى للرياضة حتى جاء العام 1986، وفيه استعاد النادي العريق مكانته الرياضية وتسميته القديمة، حيث كان يسمى بملاعب الشهيد عبد الحميد أحمد سعيد. لم يكن نادي التنس العدني مجرد ساحة رياضية للعبة التنس التي كان له الأسبقية في احتضانها، بل كان له أيضاً نشاطات أدبية وثقافية وفنية شارك في إحيائها نخبة من الشخصيات السياسية والاجتماعية وكبار الأدباء والكتاب والفنانين آنذاك. يأتوا من كل الفئات اللي تأتي من الشركات اللي كانوا يشاركوا معنا وكذا، وكان كبار في السن عندنا هنا مثلاً زي الدكتور محمد عبد الغانم كان يأتي في التورنمنت حقنا، كان نسوي تورنمنت سنوي، وكان التورنمنت هذا عبارة عن فرحة للجميع وتنافس بين الأعضاء في اللعبة. وكنا نقيم أيضا رحلات كمقامية، نروح في الشهر في شهرين مرة نقيم رحلات. وحقيقة نما كنادي رياضي، نما عندنا روح رياضية كبيرة. حتى لما غادرت أنا إلى بريطانيا كنت أتابع اللعبة هذه وأتابع النادي من هناك من حبي للعبة هذه. مع ما صاحب مسيرته من منعطفات تاريخية وتجاهل رسمي لأهميته، ظل نادي التنس العدني محافظاً على هويته الرياضية، واصلاً خيوط اللعبة بعشاقها من الأجيال الناشئة والمنتخبات الصاعدة. وبإمكانات محدودة استطاع النادي إدارة أنشطته الرياضية وبطولاته الموسمية، ولا زال حتى اليوم حاضراً بقوة في ميدان الرياضة ومضمار التنافس محلياً وإقليمياً. طبعاً شيء يحس بالنفس، أنا عندما قرأت أسماء الشخصيات التي حملتها هذه البطولة، أسماء لامعة وكبيرة رحمة الله عليهم، أقل شيء يعني نحن نقوم به كوفاء مننا لهؤلاء الذي قدموا لنا وأسسوا مداميك الرياضة في عدن وخصوصا لعبة التنس العدني، يعني على الأقل إن نحن نخلد ذكر هؤلاء. لطالما شكلت الرياضة في عدن بصمة لا توحى وهوية تضرب جذورها في عمق التاريخ الإنساني. على الرغم من الإعاقة ظلت روحه حرة غير مقيدة، يمد يد العون لكل من يحتاجها. إنه إسكندر علي فارع، وجه المدينة لهذه الحلقة. كما تكون الإعاقة سبب تعاسة في الحياة، تكون أيضاً سبب سعادة وعامل نجاح. إسكندر علي فارع من المعاقين الذين تمردوا على الواقع وجعل من الإعاقة إرادة للتغيير. الإعاقة هذه هي التي دفعتنا أكثر مما كنت عليه وأنا سليم. أنا تعرضت لحادث سيارة في سيارتي في عام 2001. تصوري أنا ما كنتش منخرط في أي عمل، لا نشاط ولا عمل، أنا كنت مجرد تربوي أقوم في عملي في أداء رسالة تربوية. منذ حصل الإعاقة والحمد لله رب العالمين، هذا شيء بأمر الله، ولكن عندما ربي يمتحن ويعطي شيء
وعطانا شيء ودفعة ما كانت متواجدة عندي. أصبحت منطلق، أصبحت أعمل مع الناس، محتك في المجتمع، علاقاتي كبيرة وكثيرة ومتشعبة، والحمد لله والحمد لله. وأنا أقولها بصدق وليس لأظهر أمام الناس أنه أنا قوي الآن عبر الشاشة هذه أنه يكون لي يعني ميزة نفسية أو شيء، لا والله 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 أنه الإعاقة هذه أعطتنا دفعة قوية جدا. لم يفقد إسكندر الأمل بفقد ذراعه الأيمن بحادث سير قبل أكثر من عقد ونصف، ولم يستسلم كالآخرين لعوامل اليأس والإحباط، بل دفعته الإعاقة إلى المضي قدما نحو المستقبل، وتفتحت له آفاق أكثر اتساعا في الحياة. أنا وليس إعاقتي، أنا المفروض يكون عندي المبادرة. نحن مبدعين، نحن الإعاقة إعاقة جسدية لكن ليس عقلية، نحن مبدعون هنا، وأنا مبدع في عملي، مبدع في مدرستي. أنا أصرف راتب لعدد 50 مدرس بمبلغ يتجاوز 4 مليون، وأنا بيد واحدة بشكل شهري، وأبدا ما نقص علي ريال واحد. هذا إبداع بيد واحدة، وأنا أتحمد الله أني أجت على كذا، هذه رحمة من أرحم الراحمين. حمل إسكندر أوجاعه وانطلق في الحياة، يستكمل مشواره الوظيفي في قطاع التعليم متفانيا في أداء مهامه التربوية التي فضل أن تكون في خدمة المعاقين حركيا. لدينا تلاميذ في السن 7 سنوات إلى 10 سنوات لم يتحصلوا على التعليم، لم يتعلموا، من مديرية المعلة والتواهي وخور مكسر وكريتر، هذه المناطق التلاميذ لا يذهبون للتعليم الذي هم معاقين حركيا. لو كانت عندنا أدوات مثل باصات كافية وميزانة شغلة لتعبئتها في الوقود، لنقلنا التلاميذ ويجوا يدرسوا التلاميذ، التلاميذ ما يدرسوش بلا تعليم، التلاميذ ما بيش دراسة معاهم. لم تمنعه الإعاقة يوما من مد يد العون إلى من يحتاجها، ولم يكن منشغلا بغير مهامه في جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، حتى عين أمينا عاما لها في نهاية العام 2015. في الجمعية هذه بالذات، جمعية رعاية وتأهيل وتدريب المعاقين حركيا، بدأت العمل فيها منذ 11 شهر، أي من شهر مايو 2016، بانتخابنا في الهيئة الإدارية من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والتأمينات والعمل في محافظة عدن. حينما بدأنا كانت الجمعية شبه مغلقة، شبه مدمرة، فكنا فريق واحد الهيئة الإدارية والمعاقين كافة، بذلنا مجهود كبير، مجهود ذاتي، وإضافة إلى بعض من الشباب الذي هم ليس معاقين ولكن عملوا معنا يدا بيد، وعددنا برنامج لإعادة تنشيط هذا الصرح الكبير. يعمل إسكندر في مجتمع جل ما فيه لا يملك الصبر ولا البصيرة لإيجاد الطريقة الملائمة للتعامل مع المعاق، ويعمل دائما على إدماج المعاقين في المجتمع
ويسعى جاهدا لتغيير النظرة الدونية تجاه هذه الشريحة المجتمعية. مثال لما يحصل: طفل عمره 10 سنوات منتظر بالخط عشان يطلع سيارة، صاحب السيارة عشان ياخذ الجاري المتحرك حقه ما عنده الصبر، انا يقول لا ما بطلع، انا بياخذ لي وقت وبياخذ مش عارف ايش، يعني ما فيش صبر على المعاق او مساعدة المعاق. الناس تنظر لك نظرة الرحمة وتمشي. حتى المؤسسات الحكومية لا ترجموا هذا الى عمل. انا عندي، انا حسب معرفتي من خلال عملي، انا عملت مسح في المجتمع الذي محيط فيه بداخل منصورة والشيخ عثمان وهكذا. اكثر من 60% من المعاقين لا تشملهم صندوق الرعاية الاجتماعية في الإعانة الشهرية. من خلال قناتكم نناشد هذه المنظمات وفاعل الخير، حتى جهات الدولة والحكومة أن تمد لنا يد المساعدة. نحن ما نشتي منهم أي شيء، نشتي منهم الأدوات التي هي متمثلة في ميزانة تشغيلية والباقي علينا نحن. يتمنى إسكندر من الجهات المختصة الاهتمام أكثر بالمعاقين، وكل طموحه في الحياة أن يرى المعاق فردا فاعلا في المجتمع، لا تقتل الإعاقة روح الإبداع فيه، ولا تقف أمام إرادته وقدرته على بناء الوطن. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، وأرجو أن يكون ما عرضناه لكم في هذه الحلقة نال استحسانكم. أستودعكم الله وإلى اللقاء.